لا ما يحتاج، احنا الامريكان ولا البريطانيين ولا الاتراك ولا اي جهات الخارجيه كلها نريد حل منهم. احنا خلينا نكذب نجم، احنا اول من قاتل الامريكان هي مناطقنا. بس اليوم ترى الموضوع مو موضوع مزايدات وكذب، ترى اللي جاي يقوم راح اقولها عبر قناتك، اسمعها من عندي نصا. كل الضربات حتى جماعه المقاومه يسمعوها، كل الضربات اللي وجهت على الميليشيات في العراق كلها بدون استثناء، حتى مقتل سليماني والمهندس كانت اسرائيل وراها. حتى اختصر لك اياها واقول لك اياها بكل صدق، وروح تبع وراها الى ما تطلع الصحيح، كلها اسرائيل. طيب ما اسرائيل بسدكم وضربوها، اضربوها انتم، ليش معورين روسنا؟ هاي اسرائيل يمكم، صواريخكم تعبر عليها، وموجودين الان بالنخيب وعندكم صواريخ بسنجار اللي هي يعني عديتوها كقواعد لردع اسرائيل. أي. اسرائيل جاي تنفذ في العراق وفي سوريا وفي عمق ايران، والجماعه مدوخين روسنا. احنا مرد نتعامل ونكون حشاك خسه مثل ذول، نبحث عن حل اليوم، وراح اقول لك اياها. الحل ليس من العراق، والطبقه السياسيه برمتها برئاساتها بسلاباتها كلها مربوطه، يعني القرار الحقيقي مربوط بالخارج. وانا اعتقد رئيس الحكومه يمكن عنده زياره، راح يذهب بملفات فارغه وراح يجي باوراق مهمه واملاءات يجب ان يقوم بها. طيب بالله عليك لو سالتك سؤال، وين اجي احل المشكله في العراق؟ نقعد مع من الان؟ مع من؟ نريد نحل مشكلتنا في العراق. عندنا نازحين، عندنا مغيبين، عندنا مهجرين، عندنا قتلى، عندنا مقابر، عندنا بلاوي الدنيا، نقعد مع من نحلها؟ مع القضاء العراقي اللي نصفه متورط مع هذه الاحزاب؟ لو مع الرئاسات اللي نايمه ما يعرف الله وين ذابها؟ لو نتعامل مع مجلس نواب يسمى مع والله عمري ما شفت ميليشيا فاتحت لها فرع بنص البرلمان وجاي يدير التشريع في هذا البلد. يعني بالنتيجه رادنا حل خارجي صحيح.